والآن اسمحوا لي أن نقدم نحيل الكلمة للمهندس عمر سليم. في الحقيقة عمر سليم هو ينشط كثير في تكنولوجيا البناء، ولنا معه تجربة في ترجمة مصطلحات بيم ديكشنري. تعرفوا البيم هو منظومة جديدة في تكنولوجيا البناء، وهذه المصطلحات ترجمت إلى عدة لغات وشكلت فيها لجان وخلايا. فكان لنا الشرف أن نشتغل مع الأستاذ المهندس عمر سليم في مع مجموعة زملاء من الإمارات ومن قطر ومن العراق ومن مصر وحتى من أستراليا ولبنان ومن الجزائر أيضا. فإن شاء الله نتمنى أن الأستاذ المهندس عمر سليم يعطينا تجربته في تكنولوجيا البناء، يبين لنا أن كيف اللغة العربية ثرية وقوية حتى برغم كل التكنولوجيات التي تطرح. بالعكس الآن المنصات العالمية والشركات الإنتاج التكنولوجي كلها تلهث وراء الترجمة للغة العربية، لما يعلمون أن المنطقة حيوية وغنية وثرية، فهذا لا يقل غنى عن غنى اللغة العربية. أحيل الكلمة للمهندس عمر سليم ليتفضل. مشكورا ونرحب بك في الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير دكتور على التقديم. وقبل ما أبدأ أحب أهنئ المغرب على الماتش اللي عمله، رغم ان ماليش في الكوره، لكن الشعب العربي كله كان بيشجع المغرب، ودي حاجه جميله جدا ان احنا في روابط وفي لغه بنقدر نتكلمها، عدد كبير جدا بيتكلم اللغه العربيه. اتذكر ان كان في مهندس معانا هندي، كان السي في بتاعه ان هو بيتكلم 5 لغات هندي، فبقول له قول للاوفيس بوي انا عايز شاي، لان هو ما بيعرفش الانجليزي، فقال لي انا ما اعرفش، هو بيتكلم لغه سادسه. فتخيل ان ما يقارب من اكتر من 100 لغه في الهند في دوله واحده، المطعم لازم يكون فيه اكتر من شخص. فاحنا عندنا نعمه ان احنا كلنا بنتكلم اللغه العربيه وبنقدر ان احنا نفهم بعض. وكان جميل جدا ان قطر حافظت على الهويه العربيه، ممنوع اي مسؤول او اي حد قطري يلبس البدله او يلبس القميص، لازم يلبس زي القطري، واي واحده لازم تلبس زي القطري، ما تلبسش اي فستان. او فده جميل جدا ان احنا بدانا ننتبه للحضاره بتاعتنا. احنا محتاجين حاجتين لازم يبقوا الاثنين مع بعض، والاثنين دول متناقضين ومنسجمين في نفس الوقت. الاثنين متناقضين ومع ذلك هم منسجمين، اللي هو التشبع بالحضاره، التشبع بالهويه، ان احنا عندنا حضاره وهويه نفتخر بيها مش موجوده عند الغرب. الغرب لما بيجي بينبهر، سواء مثلا عندنا مثلا في مصر بينبهر بالاثار الفرعونيه، بينتبه للاثار الاسلاميه، مسجد السلطان حسن، بينتبه لكل الحاجات اللي موجوده. ما فيش امه هتقدر تقوم وهي مش عارفه الحضاره بتاعتها. فاحنا لازم يكون عندنا حضاره، لان احنا لو حصل عندنا انفتاح على الغرب احنا هننسحق قدامه، لان احنا ما نعرفش الحضاره بتاعتنا. فالحاجة التانية انفتاح ثقافي، يبقى عندنا انفتاح ثقافي، بس لما نكون واثقين من نفسنا وعارفين الحضارة العربية والإسلامية وفخورين بيها وعارفين الإنجازات. لما واحد أمريكي مثلا بيتكلم معانا في العمارة، فبنسخر منه، نقول له عمارة إيه؟ أنت الحضارة بتاعتك كلها 150 سنة، المدرسة التفكيكية والمدرسة ما بعد الحداثة وكل الكلام ده. تعالى يعني ممكن نذاكر العمارة الأمريكية دي في يوم، تمام؟ في نص يوم حتى. انما لما تيجي تدرس الحضاره العربيه والاسلاميه محتاجه سنين، عشان مثلا مصر جزء من الحضاره وليس كل الحضاره، لكن عشان تدرس هتلاقي الحضاره في فتره بتاعه المصريين القدماء، الفتره بتاعه المماليك، فتره العماره العثمانيه، في عشرات الحضارات وعشرات المعمارات، وكل ما تقدر تبص كل واحده ليها الطراز اللي يمثلها. لما نيجي نتكلم على ابرز علم موجود حاليا، وده ليه ارتباط كبير جدا بالعماره، العماره اصبحت بتشكل جزء منه، هو بيشكل جزء من العماره، الذكاء الاصطناعي مثلا، ده اكتر علم حديث. نلاقي ان كل ما تفتح كتاب في الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق وكل الحاجات ديت، تلاقي يقول لك ان اسس العلم دوت عملها او قايمه على الخوارزمي.
فنلاقي الخوارزمي هو اللي حاطط اسس العلم دوت، وحتى الان بيستفادوا من النظريات بتاعته، وكل ما تطلع حاجه جديده يقول لك دي خوارزميه معينه اصبحت موجوده في اللغه بتاعتهم. لما نيجي نتكلم برضو على الانسان الالي نلاقي ان هو برضو بيرجع ليه علماء عرب اشتغلوا فيه زي الجزري، وعمل روبوت من مئات السنين. فاحنا عندنا الحمد لله حضاره يعني نقدر نفتخر بيها قدام الغرب، وعندنا اللغه العربيه. اللغه العربيه كان احد الشعراء اللي هو حافظ ابراهيم شاعر النيل بيقول: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. ما كانوا بيقولوا ان اللغه العربيه دي ما تقدرش تشيل المصطلحات العلميه والتكنولوجيا، رغم ان اللغه العبريه لغه فقيره جدا ولغه ضعيفه جدا، وكانت لغه ميته ما كانش حد يعرفها، والراجل قعد ان هو ياخد شكل الحروف ويبدا ان هو يدخل منها مصطلحات من اللغه الالمانيه ومن اللغه العربيه والحاجات دي كلها، لحد ما قدروا ان هم يحيوها وان هم يبداوا يعتمدوا عليها. فبيتكلم حافظ ابراهيم على لسان اللغه العربيه وبيقول: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما دقت عن آي به وعظاتي. يعني كتاب ربنا كله باللغة العربية، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلات وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. فإحنا عندنا الحمد لله اللي نفتخر بيه كلغة، ولغة تقدر إنها تستوعب كل المصطلحات اللي ممكن تكون موجودة، وإن إحنا نفهم العلوم باللغة العربية أو باللغة بتاعتنا خلاص ما اصبحش فيه اختلاف. يعني العلماء كلهم حاليا كل اخر النظريات الحديثه ان الواحد لو اتعلم بلغه بلده ده هيكون افضل بكتير لما اتعلم باللغه اللي انت بتتقنها اللي هي اللغه الاولى، ده هيكون اريح بكتير واسهل ليك واكثر استيعابا، بدل ما هتستوعب 30 40% لان المخ بينشغل بالترجمه، لا انت خلاص انت بتتكلم باللغه بتاعتك. بالنسبه لبيم اريبيا هي الفكره كلها انطلقت من كده، يعني من زمان جدا انا كنت بفكر في حاجه وانا لسه يعني بدرس، في ناس كتيره بتدرس في الغرب، طب لو كل واحد فيهم فتح صفحه على النت وكل ما يتعلم حاجه يترجمها، تخيل كميه الترجمه اللي ممكن تحصل لنا. احنا محتاجين ان يبقى عندنا كميه ترجمه كتيره جدا. زمان الترجمه دي كانت الدوله بتصرف عليها وبتصرف عليها بشكل بازغ جدا، اللي بيترجم كتاب كان ممكن ياخد وزنه مثلا ذهب او ياخد كذا، او يكتب له ان انت مثلا ليك راتب شهري مدى الحياه مقابل ان انت متفرغ للترجمه. فاحنا محتاجين كل الطلبه اللي هي مبتعثين بيدرسوا بره في امريكا وبريطانيا والمانيا، ان هم كل ما بيدرسوا حاجه يترجموها، كل ما يدرسوا حاجه يترجموها، يعملوا فيديوهات يشرحوها. فده هيساعد كتير جدا على تقليل الفجوه بيننا وبين الغرب. فبدانا في بيم اريبيا ان احنا نبدا نشوف جزء بسيط جدا، احنا نفسنا نبقى يعني حرف في سطر في صفحه في عودة الأمة للحياة بتاعتها. احنا لا نطمع إلا إن احنا نعمل جزء صغير، واحد تاني في الطب يعمل الجزء دوت، وواحد تاني في المحاماة يترجم برضه ويجيب لنا آخر الحاجات، بحيث إن في الآخر نلاقي إن كل العلوم تم ترجمتها. ولما تتم الترجمة هنبدأ ننتقل بعد كده إن احنا اللي نخترع وإن احنا نسبق، بس احنا مش هنقدر إن احنا ننافس وإحنا مش عارفين إيه آخر ما وصل إليه الغرب والشرق وكل الناس اللي حوالينا. لازم يبقى عندنا انفتاح ثقافي مع افتخار باللغه بتاعتنا. ففي اكتر من مجال بدانا فيه، مثلا موضوع البيم ترجمنا الحمد لله اللي قدرنا عليه، لقينا ان في عندنا مشكله لازم نعترف بيها عشان نقدر نتخطاها، الا هو اختلاف المصطلحات بين البلاد. يعني ممكن الكولوم او العمود تلاقيه في الجزائر ليه مصطلح غير اللي موجود في مصر، غير اللي موجود، فلذلك اتفقنا ان لازم يكون التيم من اكتر من مكان. وكذلك في مجال اداره المشاريع مع بعض الناس المتخصصين في اداره المشاريع قعدنا ان احنا نترجم برضو فكره كل المصطلحات اللي بتيجي غريبه، زي مثلا كان في لين مانجمنت واجايل مانجمنت، المصطلحات دي بالنسبه لنا قريبه من بعض فلازم تترجم. في برضو في الجي اي اس اللي هو الجغرافيا بدأنا ان احنا نشوف المعلومات الجغرافيه دي ازاي ان احنا نترجمها، وبالذات في الاوبن ستريت ماب، فعملنا فريق ثالث بدأنا ان احنا نترجم. موضوع الترجمه بيفيد اللي بيترجم وبيفيد الناس اللي حواليه. ممكن انا قدراتي محدوده، بس عندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو ايه فرب مبلغ او عليها من سامع. ممكن انا ما اقدرش اعمل حاجه لكن اترجم لحد، فالحد ده
يقدر هو يعمل تكنولوجيا، ويقدر ان هو ياخد جائزة نوبل، ويقدر ان هو يعمل اختراعات تنفع البشرية. فكل واحد ما يستصغرش من المعروف شيء، فرب هم أحيت أمة. كل واحد فينا يقدر يعمل جزء بسيط، ما يكسلش ويبدأ ان هو يعمله. عرفت معلومة ممكن تحطها، تلاقي حد علق عليها، حد تعلمها، حد استفاد منها، وهكذا. ما تقولش لا انا لازم ابقى دكتور في الجامعة عشان ابدأ اترجم. لا، انت ممكن وانت لسه طالب عرفت معلومة جديدة مش موجودة بالعربي، ترجمها واحتسب الاجر عند الله. وجزاكم الله خير، واسف لو كنت طولت. شكرا لك المهندس عمر، يعطيك العافية، وإن شاء الله خلال النقاش نسترسل الكلام إن شاء الله. إن الترجمة العفوية لازم تمر بلجنة علمية لتدارك أي خلل، ويعني هو الكلام سليم جدا طبعا. هي الترجمة العفوية ممكن واحد يكون مش قادر إن هو يعمل يشتغل تبع مؤسسة، فهو بيحاول على قد ما يقدر وبيجتهد وبيبدأ يشوف التراجم والحاجات دي كلها. ومفروض بقى دي نعتبرها زي وايت بيبر، أو ورق، زي ورق درافت أو تجهيز للحاجة. وبعد كده في المؤتمرات العلمية نبدأ إن احنا نشوف في الورق دوت، ونبدأ إن احنا نوحد المصطلحات. يعني على سبيل المثال، في كلمة مرينا بترجمتها في القاموس، ألا وهي كلمة بيج بيم وليتل بيم. الكلمتين دول سهل جدا، بيج كبير وليتل صغير، لكن ما فهمناش يعني ايه بيم كبير وبيم صغير، ما لهاش اي معنى خالص. فعشان ان احنا نوصل ان احنا نترجمها مظبوط تمام، بدانا نسال الدكاتره، واتصلت بدكتور صلاح في الامارات، واتصلت باكتر من حد، وبعد كده جبت كتاب كبير اسمه بيج بيم اند ليتل بيم. الكتاب كده اسمه بيج بيم اند ليتل بيم، عشان نترجم الترجمه الصحيحه وبعد كده نشرحها. بس انا عايز يبقى الترجمه المصطلح يكون واضح والمعنى يوصل، لان بيج بيم بيج كبير وصغير مش هتوصل للهدف. فاستقرينا ان بيج بيم، بعد ما قرينا كتاب كامل 350 صفحه، بيج بيم يعني بيم فائق الامكانيات، وليتل بيم بيم ذات امكانيات محدوده. وبعد كده شرحنا الفكره. فهو زي ما الدكتورة بتقول، لازم التراجم العفوية دي تمر على اللجنة، لكن ما نقفش لحد ما اللجنة تتعمل. يعني احنا لما بدأنا في بيم أرابيا، في ناس كانوا أحسن مننا وأحسن مني وأساتذتي، كانوا عايزين يعملوا حاجة مماثلة تمام، والهدف واضح، لكن هم عايزين يبدأوا بحاجة هاي أوي، حاجة عالية جدا في الجودة. فلغاية النهاردة بعد 7 سنين لسه ما بدأوش. ليه؟ لان هو منتظر ان هو يعمل لجنه علميه، ويكون في مثلا ناس متخصصين، والموقع يكون فيه فيديوهات معينه والحاجات دي كلها. فحتى الان 7 سنين من 2015 لسه ما بداوش. فاحنا ممكن نبدا حتى لو بالغلط. احنا لما بدانا مجله بيم اريبيا، العدد الاول كان فيه اخطاء كتير، العدد التاني بقى اقل تمام. وفي كل المجالات ابدا، حتى لو عندك مليون غلطه، بس بدات هيجي لك حد تاني يقول لك والله انا شايف ان انت عندك الغلطه الفلانيه، انا ممكن اساعدك في الموضوع دوت، انا افهم مثلا في الجرافيك، انا افهم في كذا. وفعلا جات لنا ناس قالوا لنا والله انتوا عندكم غلطه في الحاجه الفلانيه، ممكن نساعدكم فيها. فمحتاجين كل واحد يبدا، وبعد كده بعد ما يبدا هيلاقي ناس بتدي له تعليقات، او عايز انها تصلح، او في لجنه تقول له تعالى احنا نتبنى الفكره بتاعتك ديت. شكرا. طبعا شاطر الدكتوره سميره حاوي. طبعا المختصين دائما هم على رأس الهرم، هم تاج فوق رؤوس أي مبادرات علمية. لكن أيضا إحنا على سبيل المثال مع المهندس عمر كنا في بيم ديكشنري، اللي هو ترجمة مصطلحات البيم. كانت في الحقيقة شكلت عدة لجان للترجمة في عدة لغات، يعني فيه كان فريق باللغة الإسبانية، فريق إسباني، وفريق إيطالي، وفريق صيني، وكوري، وياباني، يعني في عدة لغات. الشيء الجميل في الفريق اللي كنا نشتغل فيه، وكان الإشراف الدكتور بلال سكر، هو من هو لبناني في مقيم في أستراليا، هو وزوجته كذلك كانت مدققة. كان معنا كذلك دكاترة يعني في جامعات مختلفة من العالم العربي، من العراق، من مصر، نتذكر من الكويت،
من الإمارات سوريا والمملكة العربية السعودية. فتنوع الفريق كنا نجمع، وكذلك من الجزائر، يعني كنا نجمع المصطلحات. أحيانا نجلس في 3 مصطلحات نقعد فيها من ساعة إلى ساعتين فقط، ندقق حتى يكون الإجماع على الصيغة الأخيرة اللي نحطها طبعا كنا نستعين بالقواميس الإلكترونية، لكن كنا كذلك نجيب السياق، يعني هذا يدخل فيه الرجل الأكاديمي والرجل الممارس في المجال صاحب المهنة. فمثل ما قلت نجلس من ساعة إلى ساعتين فقط من أجل ضبط وتدقيق 3 أو 4 مصطلحات فقط. في مداخلة كذلك أيضا من الزميلة أو الطالبة هند رفاعي، تقول المشكل أننا طيلة ال5 سنوات دراسة، يعني تحكي أنها كانت تدرس باللغة العربية. طبعا عارفين احنا هذه المنظومة باللغة العربية، لكن احنا أنا عن نفسي الآن أنا ندرس في جامعة بوليدة بالإنجليزي، لكن الشرح كله بالعربي. أنا اللي يهمني أن نوصل الفكرة للطالب.